مساء الخير. منذ يفاعته عاشق للموسيقى وصديق لآلة العود، عرف كيف يصقل موهبته ويترجم شغفه مسيرة حافلة بالجهد والمثابرة. كتب سطورها بحروف من نوتات وأنغام. عاشق العود لم يكتفي بالعزف والتلحين والتأليف الموسيقي، بل تخصص بالتربية الموسيقية وراح يجول الأرياف والمخيمات ويقيم ورشاً تدريبية لتعليم الموسيقى، لتعليم الموسيقى التي يمكنها أن تكون نافذة أمل وجسر عبور نحو عالم أفضل. منذ بين وألحان الطفولة وموسيقى من عمان وترحال وسواها وكلها عناوين ألبوماته، منذ تلك البدايات حتى الآن وموسيقاه ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمكان والناس وبأحلام الناس وآمالهم. بيت القصيد، بيت المبدعين العرب، يرحب بالفنان الأردني الأستاذ طارق الجندي. أشرفت. أهلاً فيك أستاذ زاهي. يعني حضرتك اليوم موجود ببيروت كمان بورشة تدريبية، رح نحكي عن هالنشاط اللي بتقوم فيه إلى جانب التأليف الموسيقي والعزف والأعمال الموسيقية والحفلات، ولكن قبل، إلى أي حد موسيقاك مستوحاة فعلاً من المكان ومن أحداث الواقع والحياة؟ أول شيء أنا ابن المجتمع الأردني. نعم. ابن الشارع، ربيت ببيئة متوسطة متواضعة ودائماً موجود بالشارع. نعم. وبصراحة موسيقتي دائماً بتكون مستوحاة من هذا المكان، لأني بحس هو فعلياً بدون تكلف، يعني هو الموضوع ما فيه تكلف أني أنا عم بجبر حالي أني أنا أستوحي، لأنه بكل بساطة أنا ابن هاي الثقافة. وهذا الحكي بيبين كمان مع الجمهور لما عم بسمع ولما عم بحس ولما عم بحكي لك حلوة ألحاننا التراثية لما عم بتكون موجودة بشكل آلي. أحد ألبوماتك عنوانه ألحان من طفولتي. طفولتك، شو اللي حامله من طفولتك هيك لا ينسى، سواء على مستوى التأثيرات الفنية والموسيقية أو التجربة الإنسانية عموما؟ ألحان من طفولتي بصراحة أنا سجلت فيه الشغلات اللي كنت أحبها لما كنت طفل. نعم. وكنت محظوظ بصراحة إنه بفترة من الفترات كنت أسمع ببيت جدي، كنت أسمع أم كلثوم وعبد الوهاب، وببيت جدي الثاني كمان كنت أسمع فريد الأطراش والتراث. فكان في ألحان علقانة في بالي، إن كانت مثلاً لمحمد عبد الوهاب، نهر الخالد، إن كانت للسيدي أم كلثوم، إن كانت للسيدي فيروز، أو حتى مثلاً مقطوعات آلية. هاي هي المقطوعات اللي أنا سجلت أكثر شيء كنت أنا بحبه وأنا وصغير وسميته ألحان من طفولتي. بكل حال كثير من مقطوعاتك وخصوصاً نهر الخالد متاحة على اليوتيوب، اللي بحب من مشاهدينا يسمع لي يعني عزفك الرائع لهالمقطوعة يعني الجميلة جداً، ومن أبرز يمكن ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. إلك كمان ألبوم بعنوان موسيقى من عمان. سؤالي هو يعني هل من خصوصية ما لموسيقى عمان؟ أول شيء يعني الأردن وعمان هي فعلياً بلد فتي، يعني نكون صريحين واقعيين. صح. وأنا بصراحة يعني شخص من الناس، إن كان جغرافياً وإن كان سياسياً، أنا انتماءاتي قبل سايكس بيكو. نعم. فأنا تنتمي إلى بلاد الشام، إلى بلاد الشام، الوطن العربي بالضبط. نعم. فبلاد الشام في كتير تقاطعات بالتراث. صحيح. إن كان بالأردن، إن كان بفلسطين. نعم. إن كان بسوريا، وإن كان بلبنان. عمان في طبعا خصوصية الملحنين اللي إجوا صاغوا على الألحان التراثية بناء على هذا المزيج اللي من كل البلاد. عمان إلها خصوصية بقلبي أنا كطارق. نعم. لأنه هي البلد اللي أنا ربيت فيها، وهي المدينة اللي بكل مكان في إلي ذكرى فيها، وهذا هو السبب اللي أنا سميته موسيقى من عمان، لأنه هي فعليا موسيقتي بس هي طلعت من عمان. نعم. تأثيرات عمان وتأثيرات بالضبط. المكان والمجتمع. عادة نحكي عن غناء شامي، يعني خصوصية ما للغناء اللي موجود ببلاد الشام، بلبنان، سوريا، فلسطين، الأردن. هل فينا نحكي عن موسيقى شامية بهذا المعنى؟ يعني موسيقى شامية لها خصوصيات؟ طبعا. يعني الموسيقى الشامية لا شك أنه في لها خصوصية، لأن هي بتختلف عن الموسيقى مثل المصرية مثلا، مصرية أو المغربية، الخليجية أو المغربية. وهي بكل بساطة الموضوع كل مجتمع متأصل موجود في مكان بيصير في عنده موروث، وموروثه ما ببلش بهدف صناعة الموروث، موروثه ببلش من الحصاد، ببلش من العزاء، ببلش من الفرح، ببلش من الترحال.
وبلاد الشام لأنه فيها المناطق الخضراء وفيها الريف وفيها كمان الصحراء. صحيح. بتلاقي هذا التنوع، يعني الموسيقى البدوية فيها الساحل وفيها الجبل. بالضبط. حتى الأردن يعني مثلا بالتنوع الموسيقي اللي موجود في الأردن، في عندك الساحل بشط العقبة، في عندك الصحراء في معان وفي في البتراء، وفي عندك كمان بإربد وسهل حوران، فأنت بتقدر تشوف هاي التقاطعات اللي موجودة. فمشان هيك أنا قلت لك موسيقى بلاد الشام أنا لقيتها بهذا البلد، لأنه فعلياً كان هو محط ملتقى تقريبا كان. يمكن الغناء الأردني يعني ارتبط أكثر يعني بذهن المستمعين وبذاكرتنا كمستمعين بالغناء البدوي، باللون البدوي أكثر من غيره. هل ضمن غناء بلاد الشام وموسيقى بلاد الشام خصوصية ما للموسيقى الأردنية؟ يعني هل نتحدث عن موسيقى أردنية؟ بصراحة أنا يعني إذا بدي أجاوب بشكل علمي فأنا أول إشي ما بقدر، يعني يمكن ما عندي الكم الكافي من المعلومات عشان أكون صريح إني أحكي إنه لا، الموسيقى الأردنية لها خصوصية. لا شك إنه بفترة من الفترات كان الأردن نشيط جداً، وكان هو البلد اللي عم بينتج حتى لمصر، وحتى مثلاً أغاني سميرة توفيق والأغاني كانت من ملحنين أردنيين. صحيح. وحتى وديع الصافي لحنوا له ملحنين أردنيين مثل توفيق النمري. وحتى برامج تلفزيونية يعني برامج الله يرحمه حسيب يوسف، برامج المنوعات والكليبات إذا بدنا نقول. صحيح. يعني يمكن صحيح. أول واحد كان التلفزيون جدا متطور، التلفزيون الأردني، وهذا أعطى البلد صار فيه إضاءة على 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 الأردن، وانتشرت الأغنية الأردنية وانتشر اللون البدوي على فكرة من الأردن بهذه الفترة. ولكن للأسف كأنه شوي تراجع هالموضوع من على الأقل من ناحية الإنتاج والتسويق. أنا بعرف أنه في كتير أنشطة. صحيح. وفي كتير فنانين. صحيح. شباب اليوم. صحيح. وفي أمسيات وحفلات. صح. ولكن كتسويق بشعر أنه كأنه هالأمر تراجع بصراحة. هو أنت بتحكي صح. نعم. وللأسف أنه كل إنسان لازم يطور مفرداته، وما بنقدر نعيش على أمجادنا طبعا. وللأسف يمكن مرقت فترة صعبة على البلد، يعني كمان بعد حرب الخليج. نعم. اللي البلد صار متجه اتجاهات أخرى غير الإنتاج وغير الفن، مع أنه إحنا لهلأ بنتذكر الأيام الذهبية للتلفزيون. نعم. قبل ما نذهب برفقة سحر حامد نسمعك بالجزء الأول من قطع وصل، ممكن نسمع عزفك؟ يعني أنا غير التلحين والتأليف الموسيقي، حضرتك عازف يعني من العازفين اللي يشار لهم بالبنان اليوم بالعالم العربي بالعالم، عازفي العود بشكل خاص. تفضل. رح نسمع وسط البلد. يلا نحيي وسط البلد والبلد كلها بعمان وبالأردن. Thank you.
ألف 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 شكر. ليه مش جايب عود طارق الجندي معك؟ بصراحة ما جبته لأنه كان معي شوية أغراض، نعم. فأخذت عود من أعواد الصديق عفيف برهج اللي هو عازف عود لبناني. نعم طبعا، كان شاركنا بإحدى الحلقات. بنوجه له تحية وبنشكره. في عود طارق الجندي، شو هو؟ عود على اسمك، يعني صانع الأعواد يصنع هذا العود بناء على الطلب، يعني إذا إجا لعنده أحد العازفين. هو هذا الموديل باسمي انصنع بناء على المقاسات اللي أنا برتاح لها، نعم، وبناء على الصوت اللي أنا بحبه، نظام الجسور، وفعليا لأنه دائما في هوس عند العازف إنه يلاقي الآلة المنيحة اللي بتمثله، لأنه نعم. أنا بالنهاية بحتاج إني أعزف على عود صوته يكون مريح بالنسبة لي. هك الحر رح نحكي أكثر عن آلة العود واشتغالك عليها والمنهج اللي عملته حضرتك، ولكن خلينا نشوفك بالجزء الأول من قطع وصل. الفن بغير كثير شغلات بالعالم بالناس، ما رح يغير العالم. العالم إذا بده يتغير بتغير بقرار سياسي، القرارات السياسية هي اللي بتغير العالم. نفسية الناس ونفسية العالم بغيرها الفن. الفن وسيلة من وسائل التغيير الناعمة اللي ما بنقدر ننكرها على مدى العصور والحضارات والدول، وقديش الفن ساعد بانتشار ايديولوجيات او رسائل. اكيد الفن غير كثير ناس، بس مش هو المغير الاول. في مجموعة اصدقاء بيسمعوا اول اعمالي، موسيقيين كثير بثق برايهم. زوجتي تسمع أول أعمالي. لما بدي أسمع أي حدا عملي بدور على الناس اللي ما بتجاملني، بدور على الناس اللي بتنقد نقد لاذع، وهدول الناس اللي كتير قريبين مني واللي كتير بهمهم إنه العمل يكون أحسن من اللي قبله. فعلياً أنا ما كنت أحب التعليم، وآخر شيء بحياتي كنت متخيل إني أنا في يوم من الأيام ممكن أدرس. دائماً بتخيل حالي على المسرح. علاقتي مع التعليم حالياً كتير أفضل من علاقتي مع التعليم أيام زمان. كمان العمر بيلعب كتير دور كبير، يعني الواحد لما بيكون بالعشرينات وعم بيعلم بيكون نفسه ضيق، بس لما بيصير بالثلاثينات وبالأربعينات بصير موضوع التعليم حتى لو ما بحبه يعني ما عندي الهوس فيه، ولكن بقدر أشوف أثره، وأثره خلاني أحبه. دائما الإنسان بيكون حلمه أنه توصل موسيقته لكل العالم. الجمهور العربي له خصوصية لأنه هاي آلتنا، هذا تراثنا. مرات الجمهور العربي بتفاعل بنص الأغنية، بنص المقطوعة، بنص المعزوفة. هذا الشيء مرات بيعطي العازف أو المؤلف دفعة مرات، لأنه الجمهور العربي فعلياً هو جمهور لا يضبط انفعالاته، بتطلع بشكل تلقائي كتير كبير. بحب أعزف لكل العالم، بحب أنه موسيقتي توصل لكل العالم، وكثير بحب أعزف للجمهور العربي. الليلة المقابلة مع أستاذ زاهي بالنسبة لي إشي كثير ممتع وكثير حلو. لقاء أول شيء شخص عنده هذا القدر من الثقافة والعلم والمعرفة ومقابلة الناس. إذا عم تسأليني على القلق، أنا بحياتي ما كنت إلا قلقان يعني، وهذا الإشي اللي بخليني دائما أسعى لأني أعمل أحسن ما عندي. نحن نتشرف بوجودك وثقتك، هي موضع اعتزاز يعني. شرف إلي أستاذ زاهي يعني. العفو. يعني يمكن يعني ما بدها مزايدة، بس إحنا ربينا على صورتك، ربينا على مواضيعك، ربينا على برامجك. هلا اليوم بقى نحكي عنك مش عني لو سمحت. يعني علاقتك بالعود بلشت بسنة 18 سنة تقريبا. 11 سنة، ولكن يمكن بلشت تدرس ب 18 ولا كمان قبل؟ لا، أنا بلشت أدرس عود من عمري 11 سنة. طيب ليش هالآلي بالذات؟ تعرف بالجيل الجديد يعني وخصوصاً بالعمر اللي كنت فيه بيكون الميل أكثر لآلات غربية، ما بعرف هيك بحس عند الأطفال. صحيح، بس إحنا جيل الثمانينات يمكن هو الجيل اللي لحق ما قبل العولمة بشوي. نعم. قطع وصل هو يعني بيوصل بين زمنين. المخضرمين يعني. نعم. اللي لحقوا الثورة التكنولوجية وبعدين كمان عاشوا لعبوا بالرمل ولعبوا بالشارع. هذا الجيل أنا ما بتذكر لما كنت أشوف الآلات اللي على التلفزيون كنت أشوف العود، يعني إذا كنت أشوف آلات غربية أنا مثلا كنت أعرف الكمان والبيانو.
بس كان أي حدا لما بدك تعزف عود بدك تصير مؤلف، فأنت معناها لازم تكون عازف عود. هل بيلبيك العود كآلة عم يعني بحكي، مش فقط كعازف إنما كمؤلف موسيقي؟ طبعاً بالموسيقى العربية 100%. في بعض الأحيان اللي المؤلف الموسيقي بيحتاج آلة مثل البيانو عشان يشوف الجانب الآخر من التأليف الموسيقي والمتعدد الأصوات والتوزيع، بس لا شك إنه هي الآلة اللي انبنت عليها القوانين الموسيقية والنظريات الموسيقية والفارابي لما حط قوانين السلالم. وحتى فيثاغورس لما إجا حكى عن الأبعاد كانت الآلة الوترية هي الآلة الأصل في قياس الـ الأبعاد، والسبب العلمي إنه الوتر ملموس، عمود الهواء مش ملموس بالآلة الهوائية ولكن هون قابل للقياس، فكانت الآلة الوترية. يعني قبل ما نحكي عن التربية بمعناها المباشر وعلاقتك بال يعني بالمتدربين والمتعلمين وزياراتك للمخيمات وللأرياف ولأماكن كثيرة، اقترحت منهج لتدريس العود بناء على منهج غربي بتدريس آلة التشلو. شو العلاقة؟ آلتين لأنهم آلتين وتريتين مثلا، هاي غربي هاي شرقي. صحيح، أنا لما جيت أدرس في المعهد الوطني للموسيقى أخذت منحة من المعهد أني أكمل البكالوريوس. نعم. وكان هدفي اني ادرس آلة التشيلو، انا كنت عم بعزف عود ولكن انا درست التشيلو، وعملت هذا هاي الخطوه كانت بناء على خطوه سابقه قام فيها شخص اسمه شريف محي الدين حيدر اللي هو كان مؤسس المدرسه العراقيه في العزف على آلة العود، وكان هو عازف تشيلو. وكان عندي حلم اني انا اعزف آلة غربيه واتعرف على الموسيقى الغربيه وافوت واعزف بالاوركسترا وافهم هذا الموضوع. وبلشت اشوف الـ الصفات المتشابهة والمختلفة في هاي الآلتين، طبعا لا شك هم مش آلتين متشابهتين، لا بس في الأنون وتريتين بس وهم هم آلتين وتريتين، ولكن آلة ضخمة وغربية وطول الوتر نسبيا متشابه، فبعض المسافات بالنسبة للعازف بالإيد الشمال تكون متشابهة. فكانت هي فعليا رسالة الماجستير عن اقتراح منهج لتدريس السلالم على آلة العود استنادا على المنهج المتبع على آلة التشيلو، لأنه بصراحة في جانب من شخصيتي جانب علمي. وكان وأنا شخص أؤمن بالتوثيق، يعني أؤمن بالتوثيق حتى لو أنا خطرت عبالي جملة لو كتبتها بكرة بيجي واحد منقدها ويطلعها غلط وبيعمل جملة أفضل، وبالتالي إحنا رح نتطور. والهدف هو كان التطوير لإلي على الناحية الشخصية في الأول، وفيما بعد الناس إن كان تلاميذي إن كان الناس اللي رح يجوا بعد ورح ينقدوني، لكن هذا الشخص عمل اجتهد وأخطأ، خلينا نجتهد ونعمل أكثر، على وعسى بعد 50 سنة تكون مناهجنا وطرق تدريسنا أفضل. أيضا يعني بالجامعة الأردنية بعتقد درست التربية الموسيقية وتخرجت منها، شو ضرورة التربية الموسيقية؟ يعني شو هي التربية الموسيقية وقدي هي أمر ضروري بعالم مأزوم، بوطن عربي ثلاث أرباعه في فقر، في أمية، في بطالة، في حروب، ليش الموسيقى؟ بالتقرير أنا حكيت بحياتي ما كنت أتخيل أني أنا ممكن أكون معلم. بالضبط، وبصراحة يمكن شفت أنه هذا هو الطريق الأصح لخلق جمهور. نعم. الجمهور إذا بدنا نخلق جمهور وبدنا نخلق حاجة، الحاجة لازم تبلش بالتعليم. لا يعني عشان نكون مثلا عندنا الجمهور متذوق مثلا لموسيقى الروك أو البلوز أو الجاز أو الكلاسيكال ميوزك، الموسيقى الكلاسيكية، لا يعني بإني أنا أزوده بمئة حفلة في السنة. بصراحة إذا الموضوع ما صار في فهم للمفاهيم الموجودة في هاي الموسيقى وبناء هاي الحاجة عند المتعلم، ما بتشوف إنه الموضوع بكرة هذا الجمهور بكرة لما بيكبر إذا كان متعلم هو اللي بيجي على المسرح لأنه هو فعليا بتذوقها. فكانت حاجتي للتعليم هي حاجتي لخلق الجمهور، وبالتالي هي أغير 1% من مجتمعي عشان أقلل الإحساس بهاي الغربة الداخلية اللي أنا كنت حاسسها لما كان عمري 20 سنة. وأنا شخص ما كان بده يهاجر، ولهلا يمكن عند كلامي اني انا شخص بدي اغير بهالدائره الضيقه اللي انا موجود فيها. طيب حلو كثير، بس اليوم يعني بهالوضع اللي نحن فيه، اذا ما نقنع يعني شاب او اسره او هيك انه يكون الموسيقى جزء من حياتهم من بيتهم بالامكانيات المتاحه، نحن ما عم نقول انه يعني لازم يكون في الات حق ما بعرف قد ايه فلوس، او على الاقل نسمع، يعني نسمع بهالوسائل المتاحه قدامنا اليوم. أدي أهمية هالأمر؟ الفن والموسيقى
هو وسيلة من وسائل التغيير الناعم، بتغيرك بدون ما تحس. مثل ما قلت بال 100%. نعم. يعني احنا تماما مثل نقطة المطر اللي عم تنزل على صخرة، هي ما رح تكسرها بس رح تحفرها عاجلا أم آجلا. الطفل لما عم بتعرض لأنواع موسيقى بتهذبه وبتهذب أخلاقه، وبالتالي بنحاول نصنع منه شخصية متوازنة. أنا دائما بحكي نفس هاي الجملة لما باجي بحكي، لأنه بيسألوني كثير ناس إنه إحنا ليش بدنا نعلم الموسيقى، وهذا السؤال الجدلي، إحنا ليش بدنا نعلم فنون؟ إحنا ما بدنا نعلم فنون مشان العالم تطلع ما يطلع كل هالمجتمع فنانين، ولا بدنا إياه يطلع محترف موسيقى، إحنا بدنا نعلم موسيقى مشان يصير الطفل قادر يتعامل مع صوته وعنده قدرة على تقدير القيم الجمالية بحيث إنه ما يكب زبالة بالشارع. أنا مشان هيك بدي أعلم جزء من التربية أصبحت بالضبط. نعم، وحتى يعني المعروف إنه بتساعد على نمو الذكاء، ذكاء الطفل لما اللي بيسمع موسيقى بيكون أفضل من الطفل اللي ما بيسمع. كل الأبحاث العلمية بتحكي إنه القشرة الدماغية للإنسان الممارس للموسيقى هي أسمك من القشرة الدماغية للإنسان العادي. نعم. بسبب إنه مناطق الذاكرة عنده هي تمرن بشكل يومي، بالإضافة للتآزر السمعي البصري الحركي اللي عم بيقوم فيه لما عم بيعزف، وبالتالي هو عم بيستخدم هذا الترابط بشكل أكبر من أي إنسان عادي، وبالتالي قدرته على التركيز بتكون. إذا ما بتحب التعليم وهيك معلم شاطر يخزي العين. خلينا قبل ما ناخد استراحة كمان نسمع لو سمحت. ألف شكر أستاذ طارق الجندي. يعني من العزف داخل بيت القصيد إلى مقتطفات من يعني أعمالك المصورة، ثم استراحة سريعة، ثم نتابع بيت القصيد.
إذا مشاهدينا يعني تابعنا مقتطفات من أعمال ضيفنا الفنان المحترم الأستاذ طارق الجندي، يعني يمكن سؤال هيك شوي بديهي بس لابد منه، بين العازف الملحن المؤلف الموسيقي والمربي الموسيقي حكينا عنه، بس بين هالثلاثة اللي هن يعني بيتداخلوا بشكل كبير، وين بتلاقي حالك أكثر؟ بصراحة كل واحدة بتشبع نعم. جانب من شخصيتي. التأليف هو بالنسبة لي هو تطهير، نعم. أي فكرة تطلع مني بتكون هي عبارة عن حالة مخاض. حلو. العزف لا شك إنه المؤلف لازم يكون في عنده أدوات الأداء لحتى يقدر يطلعها، هم نعم. بيكملوا بعض، وكل ما كان المؤلف عازف قوي بيقدر ينفذ أفكاره. أنا طبعاً بدأت كعازف، ما بدأت نعم. كمؤلف، وكان يمكن كنت قاعد عم بشرب من هالموروث لحتى أقدر أطور مفرداتي، وما ألفت إلا لما صار التأليف نعم. حاجة بالنسبة لي. يمكن الثلاثة بيكملوا بعض. يمكن بالتلحين بيكون في موضوع يعني محضر مسبقاً، اللي هو الكلام، يعني القصيدة، خصوصاً لما يكون اللحن يعني القصيدة سابقة على اللحن. بالتأليف الموسيقي يمكن العمل مجرد أكثر بيكون. صحيح. صح، في فكرة، في موضوع. صحيح. ولكن كيف تتخيل، يعني كيف تبني؟ بصراحة أنا مثلا شخص لأنه تجربتي بالتلحين تجربة أقل من تجربتي بالعمل الموسيقي الآلي. نعم. والعمل الموسيقي الآلي يمكن مرات بنشوفه أنه إحنا هي عبارة عن موسيقى مجردة أو تسبح بالفضاء، نعم. ولكن فيها مرونة بتخليك تعبر عن نفسك أكثر من الكلمة. الكلمة ما بقدر أنكر أهمية الكلمة، نعم. ولكن بتحطك بإطار معين، ولكن بالضبط، يعني لازم الموسيقى كمان تخدم الكلمة، ولكن الموسيقى لما بتكون عم بتعبر عن شخص فأنت لك حرية الاختيار وحرية التصرف. طبعا كل واحد له صعوبة، يعني مش كل مؤلف موسيقي مهم كان ملحن مهم، والعكس صحيح. وأنا مثلا تجربتي في التأليف الموسيقي أكبر من تجربتي في التلحين. يمكن لحنت أغاني أطفال، لحنت بعض القصائد، كان إلي تجربة جميلة جدا مع حضرتك ومع الأستاذة هند حامد، إني أكون جزء من لحن الأمل. نشيد نعم. الأمل اللي اشتغلت أنا وياه، عمل إنساني لمبادرة همتنا، يعني بدعم أو بفكرة من السيدة فادية سمارة اللي بنمسيها بالخير أو منحييها. قديه في فرق بين لما تكون المقطوعة يعني اللي مألفها حضرتك نوتات مكتوبة على الورق على يعني بطريقتكم، ولما تسمعها يعني بعدين تصير معزوفة، هالمقطوعة تصير معزوفة وعم يلعبوها موسيقيين وعلى آلات متعددة؟ هاي العملية اللي أنت بتكون بتشوفها نعم. كمؤلف موسيقي، لما تكون المقطوعة فكرة بعدين بتبلش تشتغل عليها، نعم. بعدين بتكتبها، بعدين يعني هي عملية التكوين، يعني نعم. هي عملية التكوين اللي عم بتصير، نعم. لما 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 بتشوفها عم تنعزف فعليا هي أشبه بحالة ولادة، هي حالة إنك أنت عم تفرح برؤية هذا العمل، لأنه عادة نعم. الأعمال الموسيقية تأخذ أشهر، في أعمال بتأخذ أيام، بس في أعمال بتأخذ سنوات. يعني مثل مشروع طارق الجندي والأوركسترا أخذ مني 4 سنين عمل، في شغلات لحتى أنا أدرسها لحتى أقدر أني أتحكم بالأوركسترا، أني أكتب للأوركسترا بشكل كويس، بشكل يعبر عني على الأقل بهذا العصر. أديها القضايا العربية اللي منعيشها اليوم، سواء الحروب، المآسي، اللجوء، كل ما نعيشه، الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين اللي هو أصل البلا برأيي أنا، هيدا أديها كلها بتأثر يعني وتنعكس على موسيقاك؟ يعني عادة الموسيقي الأوروبي اللي إحنا كنا نتعلم أنه كان يطلع على الغابة يألف بالطبيعة، يمكن عنا إحنا هاي الفرصة مش موجودة. مرات القرارات السياسية اللي بتكون موجودة حواليك والظروف اللي بتكون موجودة حواليك هي فعلياً اللي بتشحنك وبتخلي عندك هذا الاحتقان العاطفي لحتى أنت تطلع ما في داخلك. فلا شك بما أني أنا إنسان عربي أنا تأثرت، إن كانت أثرت في عدة أحداث سياسية كمواطن طبيعي، قبل ما أكون أنا موسيقي، قبل ما أكون فنان، وفي أيام كتير كنت موجود فيها بالشارع الأردني، وهذا الحكي هو اللي خلاني أكتب في عندي أعمال انكتبت بعد أحداث سياسية مثل مشاهد من تشرين 2012
اللي بتحكي عن 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 الشارع. نعم، الأردن. مطالب الناس وحركة الشارع وال فأنا وليد هذا المجتمع، يعني هموم الشعب ومطالبه وأحلامه إلى آخره. قبل ما يعني أطرح المزيد من الأسئلة، نستمع إليك في الجزء الثاني من قطع وصل مع زميلتنا سحر حامد. أهلي كانوا كتير قلقانين من فكرة أني أنا في يوم من الأيام بدي أكون موسيقي محترف، وأنه حبي أني أدرس بالجامعة وأني أكون موسيقي. هلأ يمكن بلشت أتفهم تخوفهم بعد ما أنا صرت أب، وبفهم هذا الصراع اللي بيصير مرات بين الجيلين. كان كتير الموضوع صعب، بس بالنهاية عملت اللي أنا بدي إياه. بصراحة بحياتي ما تخيلت حالي إلا موسيقي، بس إذا كان في خيار ممكن إني أكون سيناريست، كاتب سيناريو. هذا يمكن هذا أقرب شيء لإلي. الموسيقى هي اللي فرجتني العالم، هي جواز سفري. بحياتي ما كنت متخيل إني أنا راح ألف العالم وأوصل لمناطق ولحضارات وأتعرف على ناس وأتعرف على ثقافات، وأعرف إني أنا عبارة عن ثقافة من عدة ثقافات موجودة، إني أنا مش مركز الكون. وخلاني كتير يصير في عندي تفكير ناقد لما تعرفت على الشعوب وعلى موسيقتها وحضرتها. بعد كل هالسفر وبعد كل هالشغل وبعد كل هالتجربة اللي في الدنيا، إذا عم تسأليني شو لقيت، أهم شيء لقيته لقيت حالي، لقيت القرار اللي أنا في يوم من الأيام أخذته وكنت ضد كل هالتيار وضد هالمجتمع، بأنه لا، هذا القرار ما رح يكون صائب. بالنهاية أنا عم بدفع ثمن قرار، إذا في يوم من الأيام بدي أدفع ثمن قرار هو رح يكون قراري. بس كان رفضي في يوم من الأيام أني أنا أوصل يكون عمري 50-60 سنة قاعد وحاطط أولادي وأحفادي أقولهم. كان نفسي في يوم من الأيام أكون موسيقي، بس كانت الظروف ضدي. وبصراحة أنا حدا برفض يلعب دور الضحية بالمجتمع، أنا لقيت حالي. 1-2 التحدي بالنسبة لي مش بس بعزف العود، أكيد عزف العود في تحديات، بس أنا كمؤلف موسيقي عندي كتير تحديات. تحدي كيف أني أنا ممكن أعكس هويتي بطريقة معاصرة، كيف أني أنا ممكن أوظف تراثي وأحافظ عليه، والتحدي اللي أكبر من هيك إني كيف ممكن أنقل هذا الموروث من هذا الجيل للجيل الثاني، وأنا بالنهاية ما أكون قاعد عم بطلع بإنشاء هوية هجينة. بصراحة أكبر تحدي بشوفه هو كيف إنه إحنا نحافظ على القيمة الجمالية للموسيقى بغض النظر شو عم بنعمل، لأنه كتير مهم إنه الواحد يعمل شيء جميل، أهم من إنه يعمل شيء بس لحتى يكون جديد. 2-3 عظيم. وجود فنانين محترمين مثل حضرتك يعني بيتحقق إن شاء الله دايماً هذا الأمر. طبعاً حضرتك درست هندسي كيميائي بناء على رغبة أهلك اللي ما كان مثل ما تفضلت ما بدهم أنك تعمل فنان وموسيقي. أدي في كيمياء بالتأليف الموسيقي؟ بصراحة أنا لازم أحكي شغلة. نعم. شغلتين. الشغلة الأولى يمكن هلأ أنا وعمري 36 سنة بقدر أحكي كله. خليك، بقدر أحكي قديش الهندسة فادتني. نعم. حولتني لشخص ببعض الأماكن بيشتغل بدون ما، يعني إحنا بنحكي بيشتغل بدون ما يقول أخ. نعم. هذا علمتني الجلد، علمتني في جانب كان علمي لأن الموسيقى فيها كتير إحساس طبعاً. ولكن إحنا بالنهاية بحاجة لبعض الأسس العلمية اللي نتكئ عليها، إذا بنحكي إن كان من 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 ناحية التوثيق وإن كان من ناحية التدريس وحتى من ناحية العزف بصراحة. نعم. لأنه ما بتقدر تترك كل شيء للإحساس، احنا بشر كل واحد بيحس غير الثاني، وهذا لا يمأسس عمل. في ارتجال ولكن الارتجال مش القاعدة يعني. طبعا. نعم. طبعا. بالنسبة لموضوع خوف الأهل، كمان أنا هلأ صرت أفهمه أكثر لما صرت أب. لما صرت أب لناي. الله لناي. ناي. يعني تماما أنا هلأ بفهم شو كان تخوف والدي ووالدتي، وأنا والدي شخص عسكري. يمكن هذا علمني كتير النظام، يعني أنا موسيقي بفيق 6 الصبح، أنا مش موسيقي ببلش يوم الظهر، وهذا الحكي صنع مني جندي موسيقي. قد ايه صار عمرها بنتك الله يخليها؟ بنتي عمرها 2 سنة و3 أشهر. نعم. بيبين بهالعمر ملامح
يعني إذا سمعت موسيقى، إذا سمعت هو فعليا إحنا عم بهذا العمر. أما كمان رح أسألك عن أما طبعاً. عازفة فلوت ويعني موسيقية محترمة، فجو البيت يعني أكيد بنعكس على الطفلة. إحنا عم نحاول نزرع في هاي الشغلات لسه ما قبل وعيها على الدنيا. نعم. وبالتالي هاي التجارب إن هي ما طلعت موسيقية إحنا نطمح أنها تكون متذوق جيد. نعم. وإذا هي في يوم من الأيام طلعت موسيقية هذا راح يكون كويس لأنها هي لقت هالبيئة صح. الحاضنة عندها أرضية صلبة. الارتباط مع يعني السيدة المحترمة آلاء التكروري، ما بدي ألفظ اسم العائلة غلط، اللي هي مثل ما قلنا يعني عازفة وعازفة فلوت ممتازة، قدي لما اثنين موسيقيين تحت سقف واحد، هل تناغم حوار؟ يمكن نحن اللي بعاد شوي متخيل انه مثلا عم تعزفوا لبعضكم موسيقى الى اخره. واحنا مبدئيا ما بنشوف بعض. نعم. بصراحه الارتباط بشخص بيفهمك وبيفهم وبيفهم شغلك وبيفهم طموحك، خاصه اذا كان في عندك جانب كتير كبير من طموحك، الطموح المعنوي. يعني لما الانسان، وانت حضرتك شاعر استاذ زاهي، بتعرف لما انت بتكتب قصيده بيطلع معك قصيده جديده بتحس انها جميله، هذا بيمثل لحظه نشوه طبعاً. وسعاده ما بتتقدر بثمن. وبالنهايه نفس العمليه بالنسبه لي كمؤلف موسيقي، يعني انجازاتي في الدنيا اذا انا بدي اترك إشي وراي فانا بدي اترك مؤلفاتي، بدي اترك بعض الدراسات والابحاث، وبدي اترك مناهج. نعم. بصراحة أنا بدي أوجه تحية لزوجتي لأنه ما أظن أنه كان ممكن حدا يتحملني غيرها. نعم، لأنها موسيقية فبتفهمك بالضبط، بتفهم هواجسك فكرة وحضرتك إنه بالمقابل طبعا نفس الشيء. لأنه فكرة أنك تكون أنت مثلا حابس حالك بغرفتك 6-7 ساعات عم تتمرن وعم بتألف وما بدك حد يقاطعك، فكرة أنه وجود إنسان عم بتفهمك وعم بدعمك، هذا الحكي بالعكس أعطاني دفعة أكبر. حلو. وصار إنتاجي أكبر، وهذا هو السبب إنه يمكن كان بني آدم تاني ما قدر يتحملني، ومو ذنبه لأنه هو يمكن مش قادر يتفهم. نعم. شو الظروف اللي عم بمر فيها هذا الشخص الموسيقي وقديش لا يدرك تماماً مثل الموسيقي ما هي الحالة التي يعيشها شريكه. طيب شو ممكن نهديها عزفاً؟ نهدي ألاء طبعاً. ألاء بتحب رقصة الصباح؟ أنا راح أعزف طبعاً في قطعة أنا عم بكتب لها إياها. نعم. من 2011 ما خلصت وأنا بضلني بتعاير. بعدك عم تكتب؟ لا بتعاير فيها كل يوم. نعم. أنا بس إن شاء الله أنه بتخلص قريباً. يعني ليك معك لل 21 بيكونوا صاروا 10 سنين. لا أكيد بتكون خلصت بإذن الله. Thank you.
حلو كتير، حلو كتير. منكرر التحيات لألاء ولناي ولأسرتك ولكل محبيك أستاذ طارق الجندي. يمكن في مسألة هيك كنا نشكي منها دائما، أنه الأذن العربية غير معتادة على الموسيقى إذا جاز تعبير العاري يعني، أو اللي بدون كلمات، دائما معودة على الطرب والتطريب والأغاني والكلام. هل تغير هذا الأمر اليوم؟ يعني بمعنى أصبح للموسيقي، للموسيقيين وللموسيقى، اللي مش بالضرورة تكون مصحوبة بكلام، أصبح هناك سميعة وجمهور. الموسيقى لا شك إنه موضوعها مش مثل موضوع الغناء، ولكن الجمهور عم بيكبر. أوروبا لما صار في عندها جمهور متذوق، هو ما طلع بسنة، هو نتيجة 300 400 500 تراكم سنة. يعني تراكم تاريخي. احنا نطمح بالتغيير، وانا شخص اؤمن انه التغيير جاي. نعم. يمكن مش هلا، كمان 100 سنة انا موافق، يعني خلي اولادي خلي احفادي يعيشوا فيه، بس خليني اشتغل له. نعم، اسس يعني يكون من المؤسسين. اشرت الى كثرة سفرك وتجوالك بالعالم، واحد ألبوماتك عنوانه ترحال، من وحي يعني المدن والبلاد والأمكنة. ونحن بدأنا بالإشارة لعلاقة موسيقاك بالمكان، خصوصاً بعمان والأردن. هذا التجوال، ورح وشاركت بمهرجانات دولية ونلت جوائز إلى آخره، أدي أغنى أو أدي أضاف إلى موسيقاك وإلى أغنى يعني المخزونك المعرفي والثقافي والإنساني؟ معرفة الشعوب إشي كتير مهم. نعم. ثقافتهم. نعم. عاداتهم، تقاليدهم، موسيقتهم. أنا فعلياً أول إشي بعمله لما بسافر على أي بلد، نعم، تسمع موسيقاهم وباكل أكلهم الشعبي. نعم. وآكل أفلام كتير بحياتي يعني. نعم. خاصة إذا بتروح على أماكن. نعم. مثلاً باردة في أوروبا. نعم. فوق في الشمال. ولكن فعلياً أول إشي بيخليك تتعرف على الشعوب كأنماط، وبيخليك تشوف هذا التطور اللي موجود، وبيعكس على شخصيتك. لما أنا حكيت بالتقرير إنه. نعم. تعرف إنك أنت لست مركز الكون، في كتير ناس مثلك، والناس بعدين تكتشف انه كل الناس اجتهدت بنفس الطريقه. يعني العقل البشري فعليا احنا الشعوب عباره عن انماط، وكمان بيخليك تشوف كيف انك انت ممكن تكون احسن، وبيعطيك مسؤوليه انك انت شخص مطلع. حلو. وانا بشوف انه هذا الحكي بالعكس هو نقطه قوه. يعني انا دائما بخاف من فكره عكس الهويه بطريقه معاصره، بطريقه غير هجينه، بطريقه اول شيء اني اكون انا راضي عنها، انه موسيقتي بتشبهني حد الآن، بتشبهني موسيقتي. لأن لما بكتب موسيقى ما بكتب القطعة مشان تنباع، أنا بكتب. نعم. القطعة مشان تطلع مني وتخلصني من حالة، إن كانت لها علاقة بمكان. نعم. أو بحالة أو بموقف. جديدك شو اليوم بعد الألبومات وبعد الحفلات وبعد الأوركسترا والمنهاج العود والحفلات؟ ماذا بعد؟ بصراحة رح يكون في عندي المفروض مجموعة جولات وحفلات. نعم. إن كان كعازف سولو أو إن كان. نعم. كعازف مع الأوركسترا. جولات وحفلات بالعالم العربي ولا بالعالم عموما؟ بالعالم عموما يعني. نعم. مبدئيا في عندي كمان ورشات عمل، رح يكون في عندي شغل بين ألمانيا وبين جورجيا. نعم. بمشروع اسمه القافلة، بنفذه مع صديقي المغني السوري ريبال خضري. منهاج العود، يمكن شفت بعد 17 سنة تدريس انه انا الاوان اني اكتب منهاج عود بيعبر عن خصوصيتك رؤيتك و... رؤيتي وكمان هو استنادا على التجارب السابقة وما تعلمته أنا منه من كل مناهج العود اللي موجودة. طبعا التأليف بيضلوا شغال. في عدة مشاريع في الأردن، إن كانت المشروع اللي أنا بشتغل فيه صباحا اللي هو همه أنه يرجع الموسيقى للمدارس الحكومية، اللي هو تحت مبادرة مدرستي، إن كان بشغلي مع منظمة الكاريتاس مع اللاجئين السوريين والأطفال، هذا إن كان مع أوركسترا الشباب اللي أنا عم بكون القائد تبعها. مهم جداً تكون الموسيقى جزء من مدارسنا ومن تربية أطفالنا. طبعاً طبعاً. لأنه بتساهم كثير بارتقاء بخلق شخصيات متوازنة وشخصيتهم. على كل حال وقت دهمنا، أنا بدي أتشكر كثير حضورك. قبل ما أترك لك مسك الختام، اسمح لي أشكر فريق العمل، مشاهدينا في كل أنحاء العالم، ويعني الكلمة الأخيرة خليها للعزف وللعود ولأعمالك أو تأليفك الموسيقي. شرفت بيت القصيد أستاذي. تفضل. Thank you.
Thank you.